مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة أنيل للأخبار. مشهد اليوم ينفتح على سوريا التي ما زالت أو ما زال قطاع الشمال الشرقي فيها يشهد غزوا تركيا بدأ منذ أول أمس ومستمر حتى الآن، فيما تدعي تركيا أنه نوع من إعادة تنظيم هذه المنطقة لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا إرهابيا وعناصر داعش من هذه المنطقة. هذه الغزوة التي لاقت استهجانا كبيرا على المستوى الإقليمي والعالمي، فعلى مستوى العرب أدانت جميع الدول العربية هذا الغزو التركي لأراضي وسيادة دولة هي عضو في جامعة الدول العربية. أيضا طلبت مصر أكبر دولة عربية اجتماعا للجامعة العربية اجتماعا عاجلا لمناقشة هذا الأمر، تقرر أن ينعقد غدا السبت. هذا الغزو التركي أيضا وجد استهجانا على المستوى العالمي. في أوروبا أدانت فرنسا هذا الغزو، استهجن الاتحاد الأوروبي أيضا هذا الغزو التركي لسيادة دولة جارة بحجة إعادة تنسيق الأوضاع في مناطق منها على غير المتبع في أعراف القانون الدولي. حول هذه الهجمة التركية على الأراضي السورية وحول الغرض منها وحول كيفية مواجهتها عربيا وإقليميا ودوليا ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها للتحليل والمتابعة الأستاذ حمدي الحسيني الكاتب الصحفي بمجلة روز أليس. مرحبا بك. أهلا وسهلا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة مع ضيفنا، فكونوا معنا. بناء على طلب مصر، أعلنت جامعة الدول العربية أنها ستعقد غدا السبت اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية. فالجامعة أكدت على أنها تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا، باعتبار أن هذه الأعمال تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية هي سوريا. من جانبها شددت القاهرة على أن الاعتداء التركي على سيادة وأراضي سوريا يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. كما حذرت الدولة المصرية من التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية، وكذلك على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. كانت تركيا قد بدأت منذ الأربعاء الماضي هجوما واسعا على مناطق سيطرة الأكراد شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قواتها من نقاط حدودية، وبعد مواقف أمريكية متناقضة إزاء الهجوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وساطة أمريكية بين أنقرة والأكراد هي من بين الخيارات المطروحة الآن أمام بلاده. في المقابل أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رفض بلاده الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية، متهما هذه القوات بخيانة وطنها وتبني أجندة انفصالية منحت تركيا ذريعة لانتهاك سيادة البلاد. ويعد التدخل التركي في الشأن العربي تدخلا صارخا يجب أن يواجه بكل حسم. مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة الأستاذ حمدي الحسيني الكاتب الصحفي بمجلة روز اليوسف.
بداية مرحبا بك، وبالطبع وقد بدأ الغزو وقتل بحثا، بداية بوجهة نظرك يعني التحركات العربية يجب أن تكون في أي اتجاه، ونحن نلمس تقريبا تنسيقا أو اتفاقا تركيا أمريكيا روسيا على هذه الخطوة؟ بداية يعني دائما العرب يأتوا متأخرين، وإذا أتوا يعني إذا أتوا يأتوا متأخرين، وغالبا لا يأتوا في الأحداث الكبيرة والأحداث الجسام، وده اعتدنا عليه في الأزمات الكبيرة. فالأزمة الحالية هي أزمة كبيرة، أي نعم هو شريط حدودي، وهي أزمة ربما قد تكون بين طرفين. الجانب التركي بيقول إن هو هدفه من العملية تأمين حدوده وتأمين بلده، وده الهدف اللي هو الحق اللي بيراد به باطل. الهدف الحقيقي لها أهداف كتيرة جدا للعملية دي. أول حاجة أنه بيحاول السيد أردوغان أنه يعوض الخسائر اللي هو الداخلية، خسائر سواء كان خسائر في شعبيته المتأكلة تماما، حزبه المتفسخ اللي أغلب القيادات يعني استقالت منه أو نفرت منه أو تركته على الأقل، جبهته الداخلية مفككة. العملية دي بتستهدف أكراد سوريا، والأكراد دول لهم ظهير في داخل تركيا، ظهير لا يقل عن ربع الشعب التركي ينتمي إلى الطائفة أو إلى يعني الفئة التركية الكردية. فبالتالي إحنا أمام أزمة معقدة جدا. هو حاول يتخلص من هذه الأزمة بالخروج بالجيش برة لمواجهة ما اعتبره تهديد، بينما الأكراد أو أكراد يعني القوة الكردية الموجودة على الحدود أو في الشريط الشرقي شرق الفرات لم تهدد تركيا تماما، لم تقذف أي قذيفة، لم تحتل أي قرية، لم يحدث منها أي شيء يؤكد أنها تشكل عدوان أو تهديد أمني لتركيا. بينما هو في نفس الوقت بيقول أنه هو هيعمل منطقة عازلة ويجيب الجزء الثلاثة أو الاثنين ثلاثة مليون اللي بيقول، يعني دي أرقام كلها فضفاضة ما فيهاش أرقام محددة، لاجئ سوري موجودين عنده ودول أغلبهم من السنة، هيوطنهم في هذه المنطقة وهذا الشريط. والحقيقة اتفق مع الاتحاد الأوروبي إنه هيديله 25 مليار يورو، هيبني كرة ويبدأ يعيد أو يعني يطرد اللاجئين السوريين اللي دخلوا عنده كلهم وأغلبهم زي ما بأكد من العرب السنة دول، لأن هم دول اللي كانوا مستهدفين أو كانوا يعني في مناطق الاشتباك بين القوات السورية الحكومية وبين المقاتلين سواء كانوا بكل أطيافهم يعني. فبالتأكيد هو لو فكر يعمل هذا الشريط شريط آمن، أنا بتصور في الخلخلة الديموغرافية وخلخلة تركيبة السكان، لا هو بيصنع قنبلة. يعني إذا كان هو سمى هذه العملية نبع السلام، أنا بتهيالي دي نبع الفتنة ونبع الإجرام كله، لأن لما يجيب طوائف متعددة ويعمل إحلال وتبديل دي عملية خطيرة جدا على المدى البعيد. يعني طيب يعني إذا كان هذا خالص هو الرأي التركي وهذا هو المخطط التركي، لماذا نجد السيد فيصل المقداد في التقرير يتحدث عن هذه القوات التي تهاجم تركيا وهي قوات في معظمها كردية سورية، بأن هذه القوات قوات سوريا الديمقراطية هي خانة الوطن وهي ضد الوطن، وهناك أيضا هجمة متزامنة من الجيش الوطني السوري على هذه القوات من الناحية الجنوبية؟ ما هي المشكلة شديدة التعقيد، بمعنى أن قوات حماية الشعب الكردي الموجودة في هذا الشريط أو شمال شرق سوريا طبعا كانت لها مطالب ولها استحقاقات في إطار الثورة السورية عامة، فكانوا بيطالبوا بحكم ذاتي. بعض الناس
أو بعض الأصوات كانت بتعتبر أن ده خيانة للوطن إذا هم في حالة أن الوطن بيواجه أزمة داخلية. طبعا المشكلة في حكم ذاتي تحت رعاية تحت مظلة بالضبط، يعني العراق مثلا بالضبط، وده يعني ما هوش خيانة، مش خيانة بالعكس، ودي حالة هم نفسهم أغلب القيادات الكردية السورية مؤمنة تماما بالوطن السوري الموحد، ومؤمنة تماما بالعلم السوري، ومؤمنة تماما بقوميتهم السورية أو انتمائهم الوطني لسوريا، ولم نسمع منهم على الإطلاق أنهم يريدون يعني خلق كيان أو دولة أو وطن داخل الوطن السوري، بل بالعكس يعني أسمى معانيهم أو أسمى طموحاتهم أنهم يصنعوا حكم ذاتي داخل تحت القيادة السورية. طيب بالزبط. لماذا نجد يعني كماشة من الطرفين على هذه الأمور؟ يعني هذه العملية هم طبعا انتماء القوات حماية الشعب الكردي ربما انتمائها أو تحالفها مع الولايات المتحدة السابق اللي هو باعهم ترامب بالمصري، يعني باعهم للاثنين الطرفين العدوين أو الخصمين بتوعهم، سواء كان أردوغان أو النظام السوري اللي هو بيرى فيهم ان هم تحالفهم يعني مع الولايات المتحدة. كان لطرد تنظيم داعش من الاماكن. وعندما نجحوا ونجحوا نجاح باهر الحقيقه، يعني هم يعني يكادوا يكونوا طهروا المنطقه سواء كانت في سوريا او في العراق كمان، لان جزء كبير جدا هرب من طيب قبل ان نتحول الى رد الفعل العربي، رد الفعل السوري غريب جدا، كان من المتوقع يعني مقابل هذا الغزو التركي للأراضي السورية أن تتوحد يعني حتى ولو وقتيا الجيش الوطني مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة هذا الغزو التركي. ما هو في السياسة عدو وعدوي، يعني أنت الآن أمام مشهد غاية التعقيد، يعني معقد للغاية. مثلا على سبيل المثال لو شفنا أن الأتراك عملوا ديل تقريبا يعني مع الروس، والروس هم اللي بيديروا العملية السياسية داخل سوريا، عشان نبقى يعني منطقيين ان إدارة سوريا كلها سواء كانت يعني ممثلة في شكلا هي نظام بشار الأسد، ولكن حقيقة وعلى الأرض وحتى عسكريا وغيره هو في تقاسم بين إيران وروسيا على إدارة الأمر داخل الاجتماعات دائما بين إيران وروسيا وتركيا، وبيضيفوا لهم تركيا طبعا. فبالتالي هنا لو حسبنا مين المستفيد من هذه العملية سنجد أن الروس مستفيدين، لأنهم بيخلصوا أتباع الولايات المتحدة في المنطقة، بيصفوهم اللي هم قوات سوريا دي والنظام السوري، لأن دول كانوا خصوم وكانوا بيحاربوا مع الجيش الحر وكانوا بيطردوا القوات السورية لأنهم كانوا متحالفين مع كل القوى اللي بتهدد النظام، فبالتالي باستثناء داعش يعني هم كانوا مع كل القوى الأخرى اللي هو الحزب القوات الجيش الجيش الحر والقوات يعني التشكيلة المتعددة باستثناء داعش. فيبقى هنا برضو الحكومة مستفيدة، لأن ده كان يعتبر بيعتبروهم خصم يعني أو بيعتبروهم عدو أو يعني ما هوش ما فيش هيمنة عليهم، حتى هم سموهم كده لو أردتوا تركعوا إحنا نساعدكم، يعني السلطة المركزية قالت لهم كده لو عايزين نساعدكم تعالوا راكعين. فهو طبعا الأكراد عموما شعب حر وشعب يعني أبي هو وعنده مشهد عبثي أن يعني بالزبط. تعتبر دولة جزء من قطاعاً منها هو أكثر عداوة هو من تركيا المشكلة. مثلاً ما هي دي يعني المشكلة. هذا ليس منطقياً، هي دي المشكلة. ضف إلى ذلك إيران نفسها رغم أنها أدانت هذه العملية إدانة شكلية عن طريق المتحدث باسم الخارجية، إلا أنها مستفيدة، لأن أولا العالم كله ترك إيران دلوقتي. إيران كانت في بؤرة الأحداث وكانت هدف أمام القوى الغربية والولايات المتحدة، بالعكس الآن هي يعني خارج دائرة الاهتمام تماما. بل وبالعكس هذه العملية بتصب لأنه في تحالف تركي إيراني غير منظور، تحالف كبير سواء كان اقتصادي أو سياسي أو غيره، وزي ما حضرتك تفضلت هناك عملية تنسيق كاملة بين ثلاث أطراف رئيسية بتحدد مصير سوريا، هي روسيا
وتركيا وإيران، فبالتالي الثلاث أطراف دول شبه متفقين على العملية أو يعني مستفيدين من اللي بيحصل. لكن اللي أنا عايز أقوله كمان في هذا الإطار إن الأتراك للأسف الشديد لما بيدخلوا مكان هم قالوا إن إحنا هندخل نأمن هذا المكان ونتركه. الأتراك من 100 سنة دخلوا لواء اسمه الإسكندرونة تابع لسوريا ولم يخرجوا حتى اليوم وأصبح اتهضم، يعني داب في إطار الدولة التركية. فيما يبدو أنه يعني أنه مخطط يجب أن يتم الانتباه إليه بالطبع، خاصة من جامعة الدول العربية والتي انضم إلينا الآن لمناقشة هذا الموضوع. دكتور محمد جمعة، خبير العلاقات الدولية بمركز دراسات الأهرام، مرحبا بك دكتور محمد. و يعني كيف تنظر إلى اجتماع الغد لجامعة الدول العربية، وما الذي يمكن أن يسفر منه عن إجراءات عملية لمواجهة هذا الظرف الخطير في سوريا؟ تفضل. يعني نحن في لحظة استثنائية حقيقة، من جديد يتأكد فيها أنه صائد القوة التركية لم يكن مسلطا إلا على رقاب العرب، ولم يستخدم في ظل تركيا أردوغان إلا في مواجهة العرب. ما تفعله تركيا الآن وما تسعى إليه من ما يسمى بمنطقة آمنة يؤكد أنه الاحتلال التركي الآن يسعى إلى السيطرة على منطقة تساوي 8 أضعاف مساحة هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل. وبالتالي في ظل هذه الأوضاع الخطيرة أتصور أنه نبض الشارع العربي الآن يتطلع إلى اجتماع الغد لاتخاذ قرارات وليس مجرد بيان للإدانة والشك. أتصور أن هناك مجموعة من الإجراءات من المهم ومن المناسب أن تصدر عن اجتماع الغد، ليس أقلها من على الأقل تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بعقوبات اقتصادية، وقف السياحة العربية إلى تركيا، العديد من الإجراءات التي تستهدف يعني الانتصار في هذه اللحظة الاستثنائية لمفاهيم تربينا عليها كثيرا ما يتعلق بالأمن القومي العربي، لأنه للأسف ما توم إليه أو ما تم تسريبه حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بهذه الحملة البربرية التركية على سوريا تشير بدرجة أو بأخرى أن ثمة استخفاف فيما يتعلق بقضايا أمنية في غاية الخطورة. من نؤمنه على هؤلاء الإرهابيين في سوريا؟ هل نؤمن تركيا أردوغان التي تواطأت مع هؤلاء الإرهابيين على مدار سنوات؟ هل كانت المخابرات التركية على هذه الدرجة من الشفافية التي وكانت جزء من التحالف الدولي داعش؟ هل قوائم الانتظار التي حددت بين الأجهزة الأمنية بموجب هذا التحالف الدولي، هل كانت المخابرات التركية حريصة على إنفاذها فيما يتعلق بقوائم الترقب، أم أن هؤلاء الإرهابيين قد جرى إعادة تصديرهم إلى أماكن أخرى؟ إذن 12,000 إرهابي الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية الآن، هل هناك ما يسوغ أن نؤمنهم على تركيا أردوغان المتواطئة مع هؤلاء الإرهابيين؟ وبالتالي أنا أتصور أنه هناك درجة ما من درجات التواطؤ الدولي التي تستدعي مواقف عربية أكثر حسما في هذه اللحظة. قبل أن نتحدث عن المواقف العربية، الموقف السوري والسيد فيصل المقداد في التقرير الذي تبعناه منذ قليل يتحدث عن هذه القوات، قوات سوريا الديمقراطية، بأنها قوات خائنة وهي تهاجم أيا كانت فهي سورية، وهي تهاجم الآن من قبل غازي تركي.
ألم يكن هذا الموقف يستدعي أن تنضوي كل هذه القوات مع الجيش السوري لمواجهة أو ينضوي الجيش السوري مع هذه القوات لمواجهة هذا الغزو التركي وهذا المشروع التركي؟ لماذا لم نشهد هذا المشهد؟ شوف سيدي، ليست هذه اللحظة التي أحاسب فيها الجميع على تفاصيل. نعم، تفاصيل هامة. الكثير أخطأ في سوريا، يعني الكثير أخطأ في سوريا بالتأكيد، قوات سوريا بالتأكيد أن الأكراد مارسوا بعض الممارسات الخاطئة والخطيئة جدا، لكن ليسوا وحدهم. حقيقة هناك قوى دولية قد تكون يعني داعبت هذا الحلم الكردي وحرضت ضمنيا على أن تتخذ هذه القوى الكردية مواقف قد تتناقض مع مقتضيات الوطنية والإخلاص لوطنهم. لكن أنا أتصور أنه في هذه اللحظة البوصلة يجب أن تتجه إلى ضرورة إيقاف هذا المخطط التركي. ما نسعى إليه هو الحفاظ على سوريا الدولة ومقدرات طيب الشعب. يعني ما سألته كيف يتم إيقاف هذا المخطط ونحن نرى يعني تقريبا أن مثلا الجانب السوري يرى أن عدوي صديقي؟ يعني إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية حسب السيد فيصل المقداد قد خانت الوطن بتحالفها وقتيا ضد داعش مع أو ضد أي كان مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي غلطة ولكنها غلطة داخلية من عرقيات تتبع الإدارة السورية وهي تتحدث اللغة العربية وهي من صميم الكيان السوري. نقف أمام تركيا مؤقتا ثم نتحاسب ويعاقب المخطئ. شوف سيدي، بالتأكيد أنه مجابهة الخطر الخارجي الآن أتصور أن له الأولوية. ناهيك أنه ما أشرت إليه حضرتك فيما يتعلق بمواقف ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، يعني ربما أحيانا هذه المواقف تتواضع أمام أخطاء ارتكبتها بعض فصائل سورية أخرى. لا ننسى أن الاحتلال التركي الآن يستعين بميليشيات تم تشكيلها من قوى الإخوان المسلمين في سوريا وغيرها من جماعات سلفية متطرفة، وهي الآن تتقدم القوات الغازية في تركيا لتساعده على تنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي. وهذه أجندة أخطر بكثير من يعني حتى من لحظة حكم ذاتي يمنح قد يمنح للأكراد في الداخل السوري. ناهيك إنه ربما في الفترة الأخيرة تقاربت بعض القوى التركية مع الحكومة السورية في بعض المواقف، وبالتالي أنا أتصور أنه ليست هي اللحظة المناسبة لفتح هذا الملف. طيب، بوجهة نظرك واجتماع جامعة الدول العربية غدا وأنت تتحدث عن قرارات وليس مجرد إدانات، بوجهة نظرك هل يعني هل كافي قرار يعني تكفي قرارات مثل قطع العلاقات ومنع السياحة وأشياء من هذا القبيل، أم أنه يجب أن تواجه القوة بقوة حتى ولو بالوكالة؟ تفضل. شوف سيدي، يعني أنا أتحدث عن قرارات، ما تحدثت عنه هو جزء من تحرك عربي يجب أن يكون شاملا. يجب أيضا أن نتحرك على مستوى المجتمع الدولي في مجلس الأمن والأمم المتحدة لوضع الجميع أمام مسؤولياته، وبالتالي ما تحدثت عنه هو جزء من ما يجب أن يتخذ، لكن في قرارات بيد العرب وهناك إجراءات يجب أن تتخذ على مستوى المجتمع الدولي. إذن يجب أن تكون رسالة العرب واضحة، فالقرارات التي بيد العرب يجب أن تتخذ في هذا التوقيت وبشكل مبكر كي تكون الرسالة العربية
واضحة فيما يتعلق بالمجتمع الدولي. يعني يجب أن تتكثف الاتصالات العربية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتعلق بضرورة توضيح موقفيهما فيما يتعلق بهذه الحملة البربرية التركية، وموقفيهما فيما يتعلق بهذه الآلاف من العناصر المتطرفة، وأن تثار كل المخاوف العربية بإمكانية إعادة تدوير هؤلاء إلى بعض البؤر العربية كليبيا والسودان وغيرها من البؤر المرشحة لإعادة تصدير هؤلاء لها. وبالتالي ما أقصده إنه ما في يد العرب يجب أن يتخذ الآن كي تكون الرسالة العربية واضحة. نعم، الدكتور محمد جمعة خبير العلاقات الدولية بمركز دراسات الأهرام، شكرا جزيلا لك. بوجهة نظرك، يعني هو يتحدث عن قطع علاقات ويعني تحجيم السياحة العربية، ولكن فيما يبدو أن هناك، وتحدث أيضا عن هناك أدوات أخرى، يعني العرب يتحكمون في مناطق استراتيجية من العالم بها مضايق وممرات دولية يمكن أن تؤذي كثيرا من يضر إحدى دولهم. هل بوجهة نظرك ممكن أن تتصاعد الأمور إلى درجة موقف عربي موحد ضد تركيا يوجعها، وحتى إن لم يدفعها للخروج من سوريا فهو قد يوجعها اقتصاديا؟ هو الحقيقة ده مطروح، وبالتأكيد غدا وزراء الخارجية العرب سيناقشون مثل هذه الأفكار، ولكن للأسف الشديد دائما حتى مع إسرائيل لم يتوحد العرب ولم يتفقوا على موقف محدد، وبيتركوا دائما القرارات لكل دولة أن تتخذ. يعني لو حصل في إجماع على قرار معين مفيش أي إلزام خالص لتنفيذه، فبيتركوا لكل دولة الحق في تنفيذه وفقا لرؤيتها ووفقا لمصالحها. فبالتأكيد إذا قررنا هذا سنجد مثلا أن قطر هي إحدى الدول التي دعمت العملية ووافقت عليها، وسنرى غدا المندوب القطري ربما يدافع عن هذه العملية والعكس تماما سيتبنى وجهة النظر. طيب قطر مثلا هناك دول أخرى، هناك دول أخرى مرتبطة بمصالح وعلاقات قوية مع تركيا، وتركيا غازلت العديد من الدول العربية وغزلت حتى بعض الثورات في دول عربية عديدة، على عكس بعض القوى العربية التي يعني عملت ضد هذه الثورات وضد طموح الشعوب نفسها، فبالتالي لا تتوقع منها أن يعني تتحمس لوقف أو تبني القرارات التي ستؤذي تركيا بشكل كبير. ولكن يعني الباب ليس مغلقا. أنا بتصور لو كان ترامب وإدارته جادين في تهديدهم لتركيا، إذا يعني أساءت استخدام القوة، وهي أساءت يعني اليوم ليس تهديدا بالمعنى العلمي، يعني هو قال إنها إذا تجاوزت ما هي فيما يبدو ما اتفق عليه. لا هو يتحدث عن ليس لا يتحدث عن الغزو، هو تحدث إلى المجتمع الأمريكي وقال إن القوات الأمريكية في خارج إطار المناطق التي تهاجمها تركيا، بما معناه أن هناك اتفاقا بأن تدخل تركيا هذه المناطق. هو قال إذا تجاوزت الحدود فيما يتعلق يعني لم يتحدث عنه، ولكن ما هو متفق عليه فإنه سيدمر الاقتصاد التركي، بما معناه أن هناك كانت مائدة مفاوضات تم عليها اتفاق تعهدت تركيا ألا تخرج لكن منه. الاتفاق ده شكله مش متفق أو مش متوافق مع الإدارة الأمريكية كلها، بدليل أن وزارة الدفاع لها رأي ووزارة الخارجية لها رأي آخر، والكونغرس الآن يحضر عقوبات، وحتى أحزاب الحزب الجمهوري ذاته اللي هو حزب الرئيس في أصوات كتيرة جدا رافضة لهذا الاتفاق ورافضة لهذا الضوء الأخضر الذي منحه ترامب. لينزي جرام أحد يعني أهم مؤيديه هو انتقده بالتأكيد، لأنه هم بيعتبروه كمان هيبقى ضد مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد بشكل عام، ويدمر صورتها في الشرق الأوسط وهيضعف دورها في أي ملف قادم. المشكلة أن لو احنا نفترض أن ترامب جاد في تهديده، هنفترض ذلك، يجب العالم العربي على الأقل يتحد مع هذا التهديد. إذا كان هناك حصار اقتصادي على تركيا
يبقى من الجيد جدا أن يلتزم العالم العربي بهذا الحصار على الأقل، لأنه جاي له على طبق من فضة من طرف خارجي. فهذا هذا ما هو متاح يعني. ولكن أنا بتصور أن العالم العربي يجب أن يتنبه لهذا الخطر التركي، أن إحنا عندنا قوتين أو إمبراطوريتين متربصين بالعالم العربي الآن، منهم الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية التركية أو العثمانية. المعروف عالميا أن الإمبراطوريات تضعف ولا تموت، فبالتالي أنا بتصور أن القوتين دول المتربصين بالعالم العربي شاهدوا أو لاحظوا أن العالم العربي في حالة ضعف كبير جدا. لا إحنا بنحقق الديمقراطية، ولا إحنا بنحقق العدالة، ولا بنحقق الشفافية في الحكم. جميع الدول العربية متفق عليها في هذا السياق يعني. مفيش دولة عربية ديمقراطية خالص، مفيش فيها تداول سلمي للسلطة، مفيش فيها برلمانات حقيقية، مفيش فيها صحف حقيقية، فهاش رأي عام حقيقي. فبالتالي هذا الأمر أضعف الجسد العربي ضعفا شديدا، مما أغرى القوتين دول اللي كانوا كامنين وكانوا يعني أكل عليهم الزمن وشرب والتاريخ تجاوزهم، بدأوا الآن يظهروا في صورة القامشلي وتل الأبيض والدخول الكاسح للجيش التركي لدولة عربية، في صورة إيران التي تزحف وتتربص وتتعمق وتتوغل في العالم العربي في خمس دول تقريبا متواجدة بقواها وبعناصرها وبكذا وبكذا. فبالتالي أنا أتصور أن هذا الأمر يجب طرحه أمام وزراء الخارجية العرب بشكل شفاف ودقيق وبعيدا عن الإعلام، يقعدوا يشوفوا القوتين دول هيلتهموا العالم العربي. لو فضل العالم العربي بهذا الضعف، فيجب أن نقوي جسدنا ونشوف إيه نقاط الضعف اللي عندنا لازم نعالجها وبفورا وبأسرع ما يمكن ومهما كان الثمن. طيب نعود مرة أخرى إلى الأجندة الأمريكية، وقد انضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماك شرقاوي تقريبا من فيرجينيا أو كارولينا أو واشنطن. من واشنطن سيد ماك، وأنت محلل سياسي، وكيف يعني نحن نرى تخبطا في السياسة الأمريكية الخارجية اتجاه منطقة الشرق الأوسط؟ حدث هذا في حادث أرامكو، حدث هذا في الملف الإيراني النووي، حدث هذا مؤخرا في سوريا. إلى أين تتجه السياسة الأمريكية في هذه المنطقة؟ هل هي إلى انسحاب كامل من الشرق الأوسط؟ أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم وجمهور مشاهدينك الكرام. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها استراتيجية طويلة الأمد الاتجاه شرقا إلى جنوب شرق آسيا لمواجهة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقيين روسيا والصين، ولكن ده لا يعني بالضرورة التخلي عن مواقعها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج. فأعتقد أن من أهم القواعد الأمريكية في المنطقة هي قاعدة العيديد الموجودة في هذا النتوء الموجود على الخريطة اللي يسمى قطر. فأعتقد أن بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لن تتخلى أبدا عن مواقعها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. ولكن الرئيس دونالد ترامب أيضا يريد أن يدعم حملته الانتخابية ووعوده التي وعدها الأمريكان بأن يعيد الجنود الأمريكان. تذكر معي قبل عام مضى صرح الرئيس دونالد ترامب سوف يتم انسحاب القوات الأمريكية فورا من الملف السوري، وسوف يقضي جنود الأمريكان عطلة الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم تدخل الكونغرس وقال ده ليس في مصلحة الاستراتيجية الأمريكية والخارجية الأمريكية أيضا، فعدل من قراره وقال خلال 6 أشهر. ثم سحب فقط عدد تقريبا 200 من الجنود المتواجدين. طيب يعني عفوا المقاطعة يعني قد يعني يكون له العذر في تنفيذ حملته الانتخابية بسحب القوات الأمريكية من سوريا، ولكن ليس باتفاق أن تغزو تركيا هذه المناطق التي تركتها القوات الأمريكية وكانت تحمي عرقية ما فيما يبدو أنها تنازلت عن حمايتها. يعني كان يمكن أن يحذر تركيا قبل أن يسحب الجنود
بأنها إذا دخلت فستكون هناك عقوبات قاسية، ولكن فيما يبدو أن هناك اتفاقا مع تركيا التي أبدت تحديا كبيرا في الوقت الأخير للولايات المتحدة. تفضل. أنا أعتقد أن في تحليل البسيط للموقف أن هناك صفقة وقعت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا. موضوع الصفقة دي كما أتخيلها أنا، ويمكن أكون أنا أزعم أن أنا أتخيل هذه الصفقة، ولكن هي أن يوافق الولايات المتحدة الأمريكية على إقامة المنطقة الأمنة في شمال سوريا، وهي احتلال تركي لأراضي يعني أراضي سوريا، وهي تنفيذ لما قاله أتاتورك في 1920 أن حدود تركيا هي من خليج الإسكندرون جنوبا إلى أنطاكيا ثم شرقا بالمرور إلى الفرات لتشمل إلى غرب شرقا إلى العراق في الموصل والسلمانية. أعتقد أن هذا إحياء للمطامع بالتأكيد التركية في احتلال جزء كبير من سوريا، مقابل أن في هذه المنطقة الأمنة سوف يعود إليها كافة المهاجرين الذين يؤرقون أوروبا بالتأكيد ويؤرق الولايات المتحدة الأمريكية من هؤلاء المهاجرين من السوريين لعودتهم هذه المنطقة الأمنة، مقابل أن يدخل إلى الشمال وأن تتقهقر قوات سوريا الديمقراطية إلى جنوبا مع التحذير بعدم الفتك بأكراد سوريا وتكون مذبحة للأكراد. أعتقد أن صرح بالتأكيد أن هناك صفقة، فهذا الأداء الهزيل للمجتمع الدولي من مجرد الشجب، ثم يأتي وزير الدفاع النهاردة يقول نحن نشجع تركيا على وقف العملية العسكرية، ثم الجامعة العربية، أنا كنت أعتقد أن كعربي وحدوي عروبي أن تجتمع الجامعة الدول العربية في دمشق وأن تكون أول قراراتها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ثم القرار الثاني سحب يعني إلغاء العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وطرد السفراء الأتراك الموجودين في كافة الدول العربية ردا على اعتداء السافر من تركيا. نعم، هذا هو ما قاله أحد ضيوف، يجب قطع العلاقات فعلا ومنع السياحة وأشياء أخرى. عفوا المقاطعة لضيق الوقت. السيد ماك شرقاوي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. طيب كلمة أخيرة، فيما يبدو أن هناك إجماع على أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي موحد عقوبي ضد ما تفعله تركيا. بالتأكيد، يعني مسألة منع استيراد البضائع، وقف أي تعاملات، وقف السياحة، وقف غيرها، ولكن زي ما ذكرت لحضرتك أن الجامعة العربية قراراتها غير ملزمة للأعضاء، سواء كانت القرارات الكبيرة أو القرارات الصغيرة، فهي رمزية فقط لا أكثر ولا أقل. ولكن دعني أقول لحضرتك مخاطر أخرى جسيمة جدا ربما على المنطقة، يعني وده الخطر الأكبر، يعني أن لدينا 12 ألف عنصر من داعش موجودين لدى قوات حماية الشعب الكردي، موجودين عندها في سجنها، ومعاهم 70 ألف امرأة وطفل من أولاد وأتباع داعش، كل دول موجودين في سجون تحت سيطرة هذه القوات، القوات اللي قتل منها حتى اليوم في خلال يومين فقط حوالي 400 شخص. فبالتالي إذن لو استمرت العملية بهذه الوتيرة خلال أيام ستنتهي هذه السجون، وطبعا احنا نعلم مدى تواطؤ تركيا مع دخول وخروج. طيب يعني سؤال أخير وقد تجاوزنا الوقت، يعني هل نحن نشهد الآن نوعا من التقسيم الأيديولوجي والعرقي لسوريا تحت قيادة نظام تقول أنت أنه مجرد شكل ولكن الآخرون هم من يجيرون الأمور؟ الآن إيران تؤدلج بعض المناطق التي كانت الأغلبية فيها سنية، الآن تركيا تؤدلج مناطق أخرى كانت ذات أغلبية كردية، يعني ما الذي يحدث بالضبط؟ للأسف الشديد سوريا الموحدة اللي هي قلب العروبة النابض وكانت بالفعل كذلك انتهت بأيدي عربية وبأموال خليجية بالتحديد، وللأسف الشديد يعني نحن ندين ولابد من مراجعة كل الملفات على موائد النقاش والحوار بشكل صريح، أن العرب إذا أخطأوا لابد أن يعترفوا بأخطائهم ويصححوا هذه الأخطاء ويدفعوا الثمن، يعني لأن احنا الآن
ضحينا بسوريا، سوريا غير موجودة زي ما ذكرت لحضرتك، والعالم كله يعلم يعني أن إدارة سوريا الآن هي إدارة روسية إيرانية مشتركة، وربما تكون تركيا بعدها أن تدخل في هذه المساحة أو هذه المنطقة. فلماذا نضحي بهذا الوطن العزيز علينا جميعا، وكيف نعالج هذه المشكلة؟ لابد أن يتفق العرب ويتفقوا اتفاقا صريحا وواضحا، فننتظر ونرى حتى لا تتقدم القوتين زي ما قلت لحضرتك الناهضتين المتربصتين بالعالم العربي، زي ما احنا شايفين إيران وضعت عينها وإيدها على جزء كبير من العراق، تركيا بتدخل على سوريا، وهكذا احنا مش عارفين ما هي النهاية إذا استمرنا بهذا الضعف وهذا الوضع المزري للعالم العربي. فلننتظر لنرى نتائج اجتماع الغد لجامعة الدول. نتمنى موقفا صارما يعيد الأمل على الأقل لدى الشعوب العربية التي تنتظر وتتربص أو يعني وتأمل أن يكون هناك موقف عربي صارم يعيد إحياء الأمجاد العربية تجاه هذه القوى الخارجية التي تغزو بلادنا وتغزو يعني أراضي عربية كل يوم تتقدم عن الأخر. نتأمل ذلك، ولسعنا في نهاية هذه الحلقة. شكرا أستاذ حمدي الحسيني الكاتب الصحفي بمجلة روز اليوسف، أشكر مصوله لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد. غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد بطريق عمل جديد وموضوعات جديدة. كونوا دائما مع قناة المشهد.